وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا، بين الرعية عطلا وهو راعيها، بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها، وعهده بملوك الفرس أن لها، سورا من الجند والأحراس يحميها، سورا من الجند والأحراس يحميها، رآه مستغرقا في نومه فرأى، فيه الجلالة في أسمى معانيها، فيه الجلالة في أسمى معانيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا، ببردة كاد طول العهد يبليها، ببردة كاد طول العهد يبليها، فهان في عينه ما كان يكبره، فهان في عينه ما كان يكبره، من الأكاسر والدنيا بأيديها، من الأكاسر والدنيا بأيديها، أمنت لما أقمت العدل بينهم، أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها، فنمت نوم قرير العين هانيها، يا رافعا راية الشورى وحارسها، يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به، رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها، رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها، وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها، وعهدها بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها، رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، رآه مستغرقا في نومه فرأى فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا، ببردة كاد طول العهد يبليها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا، ببردة كاد طول العهد يبليها، فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها، أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها، يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، يا رأي الجماعة لا تشقى البلاد به، رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به، رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها. طبعا القصيدة بتصرف للشاعر حافظ إبراهيم، 8 أبيات حفظ.